انا بقترح على سيادة الرئيس السيسي تخصيص، احنا جامعة القاهرة النهاردة بتعمل اكبر مشروع للاورام، مستشفى 500 500، مظبوط. انا عايز بقى مستشفى 400 400 للزرع، زرع الاعضاء، ويتم فيها كل حاجة from A to Z، محضر الاسم، اشار العقاري، تحليل الأنسجة لجميع للمتطوع والمريض، يعمل مركز على مستوى الجمهورية بهذا الحجم لكل مصر، هو ويعمل إشعاع في المحافظات، يبقى لكل مصر، يبقى له أفرع في المحافظات. لا بحيث خليني نبدأ الأول بمركز رئيسي. أيوة معلش، ما في النهاية ويطلع منه بقى المنصورة، لازم يحصل الأشعة دي لكل محافظة فيها شعاع وكل محافظة فيها مركز، لأن الحادثة لو حصلت في المنوفية لازم تسمع في المركز الرئيسي عشان نقدر وقوائم انتظار، وعندك قوائم انتظار. بس هو السؤال لو في عضو، ده سؤال لسيادتك يعني، لو في عضو من متوفي وفي عضو من حي، اتفضل ايهم؟ الحي. ليه بقى؟ لا هو المتوفي يبقى افضل. ليه؟ لان سيب الحي يكمل حياته باعضائه، طالما المتوفي موجود يعني، لو الاعضاء بتاعت المتوفين تصلح يبقى هم اولى بالتبرع. احنا عندنا مشكله في عدد المتطوعين، يعني في مرض السكر من زمان في زرع بنكرياس، ده من اكتر من 50 سنة. بس عشان تزرع بنكرياس لعدد هذا العدد الهائل من مرضى السكر وبالذات الصغار في السن مستحيله، فبتتعمل في حالات نادره جدا، يكون واحد السكر عنده وحش وعمل فشل كلوي والكلى عايزه تتزرع فيزرع معها البنكرياس، او في عمليتين منفصلتين، ودي حاجه بقت نادره. فاحنا حكايه الحي والميت بفكروا في حاجه احسن، اخد خلايا بيتا بتاعت البنكرياس واحطها في الجسم، خلايا بيتا بتاع بنكرياس واحد، لا بتاع 3 4، اذا محتاج لثلاثه متوفين عشان احيي واحد، وما فيش عدد. ده الكلام ده في البلاد الغربيه اللي يعني خلت تطور في هذا الموضوع، فهي ما تزرع مش حاليا وجود حد يعني عدد كافي للزرع مش كتير، فانا استخدم الحي والميت الاثنين. بس هو بيقول الافضليه يعني. طب كلمه اخيره. ايوه كلمه اخيره عايز تقول للناس ايه؟ كلمة أخيرة عايز تقول لكل اللي انت قابلتهم ايه؟ لكل أبناء بلدي، من أحياها أحيا الدنيا كلها. جميل. وسيادتك عايز تقول ايه؟ نحن في انتظار المدينة الجمهورية الجديدة الديمقراطية المدنية الحديثة. عظيم. إذن القانون موجود والإرادة السياسية متوفرة، عبر عنها السيد الرئيس قبل أسابيع بتوجيهات إلى وزيرة الصحة لتأكيد وتيقين وتجسيد موضوع النقل وزرع الأعضاء. إذن لا ينقصنا سوى أن يبتعد المشايخ قليلا ويتركوا العلم للعلماء والطب للأطباء وزرع الأعضاء لهذا القانون. الوصية موجودة، وصية الدكتور عوض عباس رجب، ونتمنى أن تكون هذه الوصية هي الأولى لكن لا تكون الأخيرة، بل يتبعها وصايا أخرى، لأن مثل هذه الوصايا تؤكد ويقن نحن على الطريق الصحيح، طريق دولة مدنية ديمقراطية حديثة.